البدر يحكي مسناء فاقه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله مع تتمة تجهيزات العيد، حلوة اللوز بعجينة جدا هشة طرية، بنشربها بالعسل، حلوة رائعة جدا. أتمنى تنال إعجابكم. نبدأ على بركة الله. بسم الله. فبقلبك القرآن صار محبرا وغدا يفاخر والديك بفرحة. لعمل هذه العجينة سنحتاج إلى 300 جرام من الدقيق الأبيض، سنحتاج ملعقة من السكر، سنحتاج رشة خفيفة من الملح، فقط رشة. نضيف بيضة واحدة بحجم يكون حجمها صغير، نضيف تقريبا نصف كأس من الزبدة المذابة وربع كأس من ماء الزهر على هذه الطريقة، ثم نبدأ بالعجن حتى نحصل على عجينة تكون على هذه الطريقة متماسكة. نقوم بلفها في كيس، نتركها لمدة تقريبا نصف ساعة أو ساعة حسب الوقت. سنحتاج إلى 500 جرام من اللوز. نعمل نفس الخطوات اللي عملنا بالحلوى السابقة، نطحن اللوز لحال، بعدين نطحن اللوز مرة ثانية مع السكر حبيبات تقريبا 200 جرام مع الفانيلا، نضيف بشر الليمون، ملعقة صغيرة من الزبدة تكون لينة. نقوم بخفق البيض ونبدأ بإضافته تدريجيا على هذه الطريقة حتى نحصل على عجينة تكون ما تلتصق كثير، لكن ما نضيف البيضة مرة واحدة، نتحكم إحنا في قوام اللوز على هذه الطريقة. ثم نبدأ بتشكيل كويرات تقريبا من حجم 30 جرام. حتى نخلص كل الكمية الموجودة معنا بعد ما نخلص نغطي الصحن، نتركه جانبا، ثم نبدأ بالتشكيل. هذه العجينة بعد ما ارتاحت معنا نبدأ بالتشكيل، نأخذ فقط قطعة ونغطي باقي العجين بحيث ما ينشف معنا، نمدد العجين على هذه الطريقة. ثم نمرره في هذه الماكينة الخاصة بالتوريق رقم 4 أول شيء، نقص العجينة إلى نصفين ثم نمررها مرة ثانية في الماكينة، لكن الرقم يكون قبل الأخير حسب الماكينة الموجودة عندك في البيت. طبعا هذه الخطوات ممكن نعملها فقط بالنشابة أو بالدلك. بعد ما مررناها مرة ثانية في الماكينة نقوم بتقطيعتها على هذه الطريقة، ندهن بقليل من بياض البيض، فقط دهنة خفيفة، ثم نأخذ كرة ونبدأ بالتشكيل، نحاول أن نعطيها شكل إجاصة تقريبا، فقط بالأصابع، خطوة جدا سهلة وبسيطة. هذه الطريقة الأولى للتشكيل. سوف أشارك معكم إن شاء الله طريقتين، خذوا الأسهل فقط بالأصابع، نستعين بهذا العود الخشبي خاص بالأسنان هكذا، تقطع
أتمنى الطريقة تكون واضحة. أحاول أن نضغط جيدا في الأطراف بحيث ما تنفتح معنا في الفرن. هذه الطريقة الأولى، سوف أشارك معكم إن شاء الله الطريقة الثانية اللي بحسها أنا أسهل، فقط بالأصابع. شوفوا، نبدأ كأننا نقوم بقرص العجين. شوفوا، طريقة جدا سهلة، ما تحتاج مهارة نهائيا، والشكل يطلع شكل رائع. لكن ننتبه ندهن مثل ما ذكرت ببياض البيض حيث تلتصق معنا الأطراف اللي بنشوف إنه حجم أكبر من الثاني، نقوم بلفه على هذه الطريقة. المهم الصورة أظن واضحة أكثر من الكلام، وأي استفسار اتركوا لي في التعليقات إن شاء الله أرد على جميع تعليقاتكم واستفساراتكم أسفل الفيديو. هذا هو شكل الحبة، نعمل واحدة ثانية بحيث تكون الصورة واضحة إن شاء الله وسهلة عليكم. بعد ما نخلص كل الكمية نقوم بثقبها من الأسفل على هذه الطريقة. ثم نبدأ بدهن بقليل من بياض البيض، نزين بحبة من اللوز أو نصف حبة حسب الرغبة على هذه الطريقة، طبعا اختيارية ممكن الاستغناء عنها تماما. ثم نتركها تنشف أقل شيء ساعتين قبل أن ندخلها إلى الفرن مشتعل فقط من الأسفل. بعد ما نحس أنها خلاص نضجت معنا نشغل عليها من فوق، تأخذ لون ذهبي وبتكون الحلوى صارت جاهزة. سنحتاج إلى كاس واحد من العسل وربع كاس من ماء الزهر. أول ما نطلع الحلوى من الفرن نقوم بتعسيلها مباشرة وهي سخنة، نضيفها على العسل يكون بارد، ونبدأ بالتعسيل لهذه الطريقة. نعسل جميع الحبات، نتركها تقريبا في العسل 5 دقائق حتى تتشرب الحبة جيدا. أشرقت شمس المروءة نورها في الدون لاح والطيور اليوم غنت. اللي ما بتحب تعسل الحلوى ممكن فقط أن تدهنها بقليل من النباش، أو فقط تقوم بدهن وجه الحلوى بقليل من العسل، فقط دهن من غير أن تعسلها على هذه الطريقة. ممكن شوفوا ما شاء الله حلوى جدا رائعة، الشكل رائع والمذاق أروع. مركز التنمية فخري للمكارم هو شاح. بعد ما نقوم بتعسيل الحبات نحطها على هذه الطريقة، تستقطر من جميع العسل الزائد. وهكذا نكون خلصنا وصفة اليوم، هذه هي حلوة اللوز، حلوة جدا هشة، أتمنى أنكم تجربوها لأنها فعلا تستحق التجربة لأن طعمها رائع جدا. هذه هي الحلوى اللي عملناها مع بعض، شوفوا قوامها تشربت جيدا بالعسل، طلع قوامها ممتاز جدا. أتمنى وصفة اليوم تكون نالت إعجابكم وتجربوها في البيت. أقول لكم في نهاية الفيديو شكرا على المتابعة، شكرا على المشاهدة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.